السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا هنا غنهضر على المنتخب الوطني المغربي اللي خرج من دور التومون، وديما المشكل هو ان كنخرجوا من التومون وصلنا شي مرة واقيلا للربع او النصف، ولكن المهم مازال الكأس كيصعب علينا. ملي خديناه في 1976 حدود الساعة، هو أن عندنا اللعابة وعندنا كل شيء، ولكن عندنا عقدة ديال كأس إفريقيا. كأس إفريقيا هنا بغيت ندير الحل، بغيت نعطيكم واحد الحل. الحل هو خصنا نشوفوا كل لعاب في كل بوست، يكون لعاب إفريقي صحيح من داك الصحاح، بحال بان شي لعاب المهم في الدفاع صحيح بحال هذا من داك الأفارقة تبارك الله اللي هذا صحاح. نشوف واحد في الدفاع وواحد في مركز الوسط وواحد مهاجم في الهجوم. المهم ثلاثه ديال لي بوست يكون عندنا ديما فيهم افارقه صحاح. هانتوما شفتوا اللعب كي داير في افريقيا، يعتمد على القوه خلاص والتقنيه والمسائل، واللي ضعيف واللي هذا واللي خلاص ما عندوش ذاك اللياقه البدنيه الكامله كله يرجع للور. دابا الكاس الافريقيه تبدلت والمنتخبات تبدلوا كل شيء ولا قوي. إذا خصنا حنا هنا نشوفوا المراكز كما قلت ثلاثة، نجنسوا الدراري أفريقي، يبان لنا شي مهاجم زوين أفريقي نجنسوه صحيح أو ديالنا أو هكا. المهم عاود كذلك في الوسط وكذلك في الدفاع، وندعموهم بالدراري ديالنا، يبان لنا شي دراري زوين ندعموه. ها كما شفتوا في كأس إفريقيا ديال تونس في 2004، راه ديك العام ديال 2004 في تونس راه كانت مجنسة جوج برازيليين إلا عقلتيو، سانتوس وكلايتون، راه كانوا هما اللي كيديروا الفريق هذاك في 2004. اما دابا راه تبدلات الكره الافريقيه، خصنا كما قلت لكم هاد المهاجمين هاد النوع ديال الافارقه صحاح ثلاثه، وعاد ندعمهم بالدراري العناصر ديالنا القويه، وبهذه الطريقه نقدروا نتمكنوا باش نحصلوا على الكاس الافريقيا. سينو غنبقاو ديما الدراري ديالنا زوينين وكيلعبوا، عندهم لاعب اوروبي وعندهم، ولكن ملي كيجيو الافريقيه كنلعبوا مع داك الافارقه تبارك الله غير الكباريات غير الصحاح. يجي متقريب شي هذا هو جاب لك البيت. اذا خاصنا حنا هنا حتى حنا نديروا واحد ثلاثه الافارقه نلعبوا بهم في افريقيا مع هذيك العاصمه الافريقيه يكونوا صحاح. انا كما قلت لان اللعب صغير ديال افريقيا كل شيء ولا قوي. انتما كتشوفوا تبارك الله كل شيء واقف، كل شيء القلدات، كل شيء كباريات، كل شيء هذا. وانا ديالنا كنحس شويش بنقص في اللياقه البدنيه، ونشوفوا اللائق الواجد ويكون تبارك الله حتى هو دابا صحيح موجود بخير تبارك الله. هو ذاك ريشاردسون زويون، كان عجبنا ملي دخل في ذاك اللحظه اللي كان تبارك الله وقفته هو عنده بزاف الدراري كاينين اللي خصنا الاماكن لي بوست كلهم نوجدوا فيهم دراري يكونوا قويين ويكونوا صالحين لكاس افريقيا. وتبارك الله موجود بخير يقلبوا، اما مابقاش نعتمدوا على واحد. جبنا عاودها ابراهيم دياز، جبنا هذا نعتمدوا عليه من هكا. هذاك ابراهيم دياز بغى يجي ما بغاش يجي الله يعاون، كاين داير نقلبوا. انا كيما قلت لك راه عندنا الاولمبي وعندنا اللي هذا نقلبوا مدام حد مازال الحال تقريبا، راه مازال عام ونص تقريبا او عام وخمس شهور. عندنا الوقت ان شاء الله فين نوجدوا دراري زوينين وتبارك الله. ولا خوف على وليد الكلاكي، هو خدا تجربه من كاس افريقيا. هانتوما كيما شفتوا المنتخب ديال 2004 تبارك الله كانوا فيه دراري قويين وهذا وصالحين كيلعبوا تبارك الله، كانوا كلهم كانت مجموعه كامله. حتى هنا ماشي كما كنقولوش بان تبارك الله سواء الكلاكي وهاد اللعابه جابوا لنا، ولكن دابا كاس افريقيا بوحده وكاس العالم بوحده، لان اللعب الاوروبي ماشي هو اللعب الافريقي. هانتوما شوفوا غير فرنسا مثلا، فرنسا اكثر هذه اللعابه ديالها مجنسين افارقه، هم البرتغال هم هكا، باش هي كتقدر توصل لكاس العالم. الفرق عندها البطوله ديالها ماشي شي بطوله، ضعيفه البطوله الفرنسيه، ولكن المنتخب ديالها كيجنس باش كيتمكن باش يتغلب على ديك الفرق الاوروبيه الاخرى، لا في كاس اوروبا ولا في كاس العالم ولا في كاس تبارك الله. عندها تبارك الله حتى هي كباريين غير صحاح. اذا كذلك حنا هنا في المغرب خاصنا واحد ثلاثه ديال لي بوست كلهم نشوفوا فيهم افارقه يكونوا صحاح، باش نلعبوا معاهم اللعب ديالهم واللعب ديال ماشي على مقاتله زعما انا كيتقاتلوا الحمد لله، ولكن كتحس بواحد الضعف، كتحس تبارك الله بهذا واش يدوز معاك بحال يدوز معاك رموك يديك معاه الريح. اذا خصنا هنا نشوفوا لي بوست
ولي بوست كلهم نشوفوا فيهم لي دوبلور، وان شاء الله غنتمكنوا باش ناخذوا كاس افريقيا القادمه ان شاء الله. وكان وعدكم ان شاء الله الا درتوا هذه التجربه كونوا متيقنين باننا غنحصلوا على كاس افريقيا، لان دابا هانتوما كتشوفوا لان الافارقه كلشي ولا قوي وكلشي عينيه علينا، كلشي عينيه علينا الفريق هذا هذا. والحمد لله حنا كما مازال محتلين الرتبه زوينه طنشا في تصنيف الفيفا، الرتبه 12 تصنيف الفيفا، باش يسكتوا ديك الفام اللي حدانا ديال ها القجاع ها الكواليس ها الغرف المظلمه هذا، باش نسكتوهم لانه فمهم تراه حتى لهنايا. اذا خصنا كما قلت يكون فريق متكامل ان شاء الله، نوجدوه نوجدوه وخليو في الماتشات الحبيين، خليو هاد الماتشات لعبو معها ها نلعبو معها هذا ولا نلعبو مع اوروبي ولا الافارقه. ملي يكون عندنا كاس افريقيا نلعبو مع الافارقه، نشوفو منتخبات قويه نلعبو معها ماتشات حبيين باش نتمكنو باش ناخذو ان شاء الله الكاس افريقيا القادمه ديال 25 ان شاء الله. وهذا هو الحل، وهذا هو الحل. وكنتمنى السي وليد الركلاكي يكون تصنت على هذا الفيديو وياخذ فكره، ياخذ فكره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.